نزلنا الشارع نسأل الناس الفرق ما بين كلمة pig و big عشان نشوف المعروف التعليمي في اللغة الإنجليزية بتاعتنا وصل لحد فين. ثانوية عامة؟ داخلة تالتة ثانوي. أولى ثانوي. رايح تالتة ثانوي. أولى جامعة. تالتة ثانوي. أنا خمسة. خمسة. رابعة. إيه أخبار تعليم اللغة الإنجليزية في العراق عندكم؟ والله بالسنوات الأخيرة موش هي التعليم. يعني ما فيش فيها فايدة خالص؟ نعم. يعني أنتوا عندكم مثلا إيه الفرق ما بين الحرف ده والحرف ده؟ بي تقيلة وتلا خفيفة. بي تقيلة وبي خفيفة. بي خفيفة على بي اسمه. طب ما فيش حاجة تانية؟ لا ما فيش. فكر تاني. ما فيش. ما فيش خالص. مش حاسس بأي فرق. بي وين الفرق يعني؟ مش فاهم ديت بي كبيرة وديت بي تقيلة وديت بي خفيفة. ازاي يعني مش انا شايف ان اللي فوق مختلف عن بتاعته في حاجه في حرف البي اللي فوق ماله بقى ده بي تقيل وده بي خفيف ما فيش فرق منه في العراق منه هل فرق في العراق منه موجود ثاني موجود دي بي خفيفه ثاني دي بي خفيفه بيج ده تاني كبير وده شنطه الفرق ما بينهم هلا تعالى 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 خد خد بتقول ايه ما اعرفوش حاجه دي بي تقيله ودي بي خفيفه زي بول كوره زي ايه بول كوره وبوك يعني في نطق طيب ما هو بول وبوك الاثنين بي ماشي دي بي خفيفه ودي بي تقيله خفيفه وتقيله هو المرض مستفشي من زمان عند المدرسين ايه شفتهاش قبل كده حاسه دي بي ودي بي ايه البي دي كابيتال كابيتال الثانيه بس خفيفه واحده كابيتال وواحده خفيفه مفيش فرق تاني لا ما اعرفش ازاي طب ركزي ما اعرفش ايه الفرق بينهم فرق فقط البي دي بي فور كام ودي بي طب ما الاثنين اللي انتوا قلتوهم بي بي خفيفه وبي بي تقيله ايوه بقى تقيله وخفيفه ازاي لا ما اعرفش والله يعني ايه خفيفه وتقيله يعني ازاي تقيله تقيله ازاي يعني كده خلاص كده كفايه طب انا اعرف منين ان هي تقيله اوزنها لا انا تتنطق كده تتنطق تقيله ازاي بقى بقول كده بي والتاني اقولها بي صح ماشي يا عماد بتتقل ازاي يعني بعمل يعني كده لا في نطق يعني بي الكلمة اللي تحت يعني كل ثانية الكلمة اللي فوق بيج بقى بيج برضو زي البيج اللي فوق يعني اتنين بيجتين خفيفة تقيلة وخفيفة ازاي وزنتيهم لا بس هما دايما علمونا كده دي بيج دي بيج دي بيج في النطق تقيلة ازاي كده بي كده ولا اعملها ازاي تقيلة ازاي لا يعني ايه بي بحزق وانا بقولها طيب لو ما حزقتش بقى تبقى بي خفيفة تبقى ده خفيفة يعني الفرق ما بين البي التقيلة والبي الخفيفة الحزقة بي على طول حزق ماشي بس في حاجات بننطقها بنشد على البي شويه دي بي تقيله وفي حاجات بتبقى ايه التاكيد ايه او التاكيد فيها او والتاكيد بيعمل ايه في المعنى ولا اي حاجه لا بتتنطق تقيله تقيله ازاي بي بي تي تي مش فارق الاثنين بجاج الاثنين بجاج يعني بجتين يعني بتتكتب بيج وبتتكتب بيج بيج بيجون طب تقليل النطق كده زي كاف كاف الكاف تقيلة؟ لا مش تقيلة مش تقيلة طب الكاف خفيفة؟ مفيش حاجة طب يعني الكاف حرف والكاف حرف يبقى البي حرف والبي حرف بي والبي يعني مفيش حاجة اسمها بي تقيلة وبي خفيفة لا بي وبي في حاجة اسمها صوت وصوت ايوه بورسعيد وعشان الموضوع بتاعنا النهارده يبقى مفيد ويبقى هادف هتلاقوا لينك في الديسكريبشن تحت بياخدكم لفيديو بيشرح لكم الفرق ما بين البي والبي بشكل الى حد ما مبسط ما تنسوش اعملوا شير سبسكرايب وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك واكتبوا لنا في الكومنتس تحت في اليوتيوب التعليقات اللي انتوا عايزيننا نسال الناس عنها التعليق الاكتر هو هيبقى السؤال بتاع الحلقه اللي جايه Take care of yourselves and see ya